معلش معلش يا هي دايما. طيب بصوا بقى ان شاء الله. لا مش موافقه بقى. طب بصراحه مش موافقه بصراحه 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 بصوا بصراحه ده الفقره دي هي عنوان الصراحه. هنسال سؤال والاجابه هتكون بصراحه وتكون محدده جدا ومش هيبقى فيه حوار كبير يعني مش هيبقى فيه نقاش لكن سؤال وعليه اجابه سؤال وعليه اجابه. وحقيقي انه موضوعنا النهارده واحد من المواضيع المهمه جدا اللي بتجي لنا رسائل كتير عنه. بيجي لنا كتير من البنات يقول لك ايه والله انا يعني اهل اللي انا بحبه شايفين ان انا مش مناسبه ليهم والعكس صحيح. يعني تلاقي الولد يقول لك ايه انا اهلي مش موافقين على البنت اللي انا بحبها وتلاقي في وجهه نظر وفي خلاف وفي اختلاف دايما ما بين الابن او الابنه والاهل عشان عندهم وجهه نظر في شريك الحياه ده سواء للبنت لما يكون ابنهم رايح يخطبها او العكس للولد لما يكون ابنهم رايح يخطب. دايما بتحصل مشكله وبنبقى واقفين محتاسين مش عارفين نعمل ايه. هما الاهل دول عندهم خبره وعدت عليهم تجارب كتير فبالتالي بيدوك خلاصه التجربه في كبسوله عشان يوفروا عليك المعاناه ولا انت من حقك كبني ادم ان انت تخوض التجربه دي نجحت يبقى الحمد لله ما نجحتش يبقى هنعمل ايه ده نصيبك وده قدرك. راي الاهل دايما في شريك الحياه لابنهم او بنتهم حدودها ايه الحكايه دي. عشان كده النهارده عندنا اسئله واضحه وصريحه محتاجه اجابه واضحه. ده موضوع جميل جدا جدا جدا. هل زواج الابناء قرار فردي ولا قرار عائلي؟ اقول انا سؤال صعب قوي. اتفضلي انت ليس فيرست والله ابدا اتفضلي. صعب انا بشوف ان هو قرار عائلي في مرحله معينه لو البنت او الولد صغيرين قوي في السن وعايزين يتجوزوا او بيحبوا حد فتدخل الاهل هنا وموافقتهم لانه بيبقى ليهم نظر. لكن لو انا مثلا في سني النهارده عايزه اتجوز لا ده قرار فردي. معلش صغيرين يعني عندهم كام سنه؟ يعني بقول لك يعني في العشرينات في اوائل العشرينات ساعات لحد 25 سنه ده صغير بتبقى البنت ما عندهاش خبره او الولد ما عندوش خبره فساعات نصيحه الاهل او انهم يرفضوا او يوافقوا بيبقى له معنى. لكن وانا عندي في سني ده ما بيتهيأليش ان انا اهلي موافقتهم ادبيا لان يعني تأدبا انت بتقولي لهم لكن يرفضوا او يوافقوا مش لكن انا حرة قراري. بس خلينا نتكلم على السن الصغير احضرنا اللي هو سن الجواز يا هيدي ويحيى. لا ما بكلمش على سن الجواز بكلم على مثلا 21 طيب 20 18 طيب يعني انا اتجوزت في السن ده لا تدخل اهلي او رايهم مهم لان ممكن طيب افترضنا بقى ده افتراض قليل قوي يعني ده رقم افترضنا الاهل قالوا لا نعمل ايه؟ فانا لا يرد انت طب انا بس ارد على السؤال قرار فردي ولا عائلي؟ طبعا فردي طبعا قرار فردي. الجواز قرار فردي في اي سن يعني تعالي نقول مثلا في العشرينات هيبقى تدخل الاهل موجود اكتر شويه اكتر شويه بحكم الخبره وبتاع والولد لسه ما مش فاهم حاجه والبنت لسه مش فاهمه حاجه في الدنيا فبيتدخلوا. يعني انا بتكلم تدخل اهل الراجل غير تدخل اهل الست. الست كده كده اهلها بيبقوا واخدين بالهم جدا هو مين وابن مين وجاي منين وليه وفاهمه لان دي بنتهم في الاخر. لكن اهل الولد ما اعتقدش ينفع يعني فردي للولد وعائلي للبنت. لا هو فردي للاثنين بس هو ليه حسابات يعني ليه حسابات. ما هو هو ليه فردي لان انا كعيله ربيتك على ان انت تبقى راجل صاحب قرار. ما انا مش هاجي اخليك راجل عندك على 20 ولا 25 سنه وفجاه في اول قرار في حياتك اجي انا اخده لك. ايوه بس افرض ان فعلا هم شايفين ان الطرف الاخر مش مناسب خالص. صح. وبعدين عايزه اقول لك حاجه في مصر بالذات انا بشوف ان الجواز قرار عائلي خصوصا في السن البدري. عشان كده نسبه الطلاق لان هو يعني. اللي الاهل اللي بيمول الجواز. عشان كده نسبه معلش انا اسف انا ما حضرت تقدرش قول انا حضرت ناس كتير قوي ناس صحابي يعني في منهم ناس من صحابي كان قرار جوازهم عائلي. خلاص نجحوا ولا فشلوا؟ فشل ذريع علشان كان قرار عائلي ولا الاسباب تانيه؟ بصي قرار عامل كده بالظبط. بص احنا عائلتنا عامله كده وهم عائلتهم عامله كده وده مظبوط هنا وده مظبوط هنا ودول بيشتغلوا في الحته يعني. دي بالظبط. فاللهفه بتاعت ان راجل وست هيتقفل عليهم بيت ويكسبيرينس الحياه بشكل جديد مع بعض مش موجود. بس على فكره هما ممكن يبقى قرار عائلي وهما بيحبوا بعض اصلا يعني ممكن ابقى انا مثلا بحب واحد وارد طبعا وعائلتي وارد بس محظوظ بقى. ده احلى سيناريو ده بنتكلم فيه. لا انت هنا بتقول انت السيناريو احنا مش عايزين نتناقش بس انت قلتي فردي في مرحله وعائلي في مرحله. انت قلت في كل المراحل
كل المراحل فردي، لان انت لو ما خدتش قرار في حياتك، لو ما بداتش لما تكبر تاخد قرارات، عمرك ما هتبقى صاحب قرار، وعمرك ما هتبقى صاحب قرار يبقى عمرك ما هتبقى مبسوط، وعمرك ما هتبقى بتعمل حاجه اللي بتحبها. وما ساعتها ما يبطلوا يدونا فلوس ونطلب طلبات. كملي. طيب هل يوم حق النصيحه فقط ولا حق القبول والرفض؟ النصيحه يعني انت ممكن فقط. يعني انت بتقول لو البنت ابوها وامها مش موافقين تماما على الشخص ده، تروح تغضب او تغضبهم منها وتسيبهم، ولو قالوا لها مثلا في لحظه من اللحظات يا احنا يا هو، تقول لهم لا هو، وتسيب البيت وتمشي عشان خاطر ده قرار فردي؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. انا ما بقولش ان هي تعارض اهلها. طب ما هي هتعارضهم في سيرتن بوينت. ما ثانيه واحده، هو لغه الحوار بيننا عامله ازاي؟ مفيش حوار. وصلنا باب سد مع البنت، ان عشان انا اعرف كيسز كتير كده، باب سد مع البنت انه انت مش هتاخدي البني ادم ده لو انطبقت السما على الارض. التربيه بتقول ان هي هتسيب البني ادم ده وهتعمل كلام اهلها، بس هي عمرها ما تبقى سعيده. انا كاهل بقى بدور على سعاده ولادي ولا بدور على مصلحه ولادي؟ تفرق على جداً. فكره ممكن تنسى الراجل ده بعد كده وتحب حد تاني وتبقى برضه سعيده. ليه انتوا رابطين؟ يعني ليه يعني يا جماعه ربنا بيدينا فرص كتير في الحياه عشان نبقى سعداء، خصوصا لو مش بايدي. انا اتفرض عليا وضع ان انا اتحرمت من راجل بحبه، ذنبي ايه؟ عشان انا رايي انه لو الاسره دي اسره ذكيه جدا جدا، تدير الموضوع بشكل ما فيهوش ولا عند ولا فيه هو كده ان كان عاجبك ولا فيه ده ما ينفعكيش، خلوها هي او خلوه هو ياخدوا القرار. خليني اقول لك حاجه هتظبط لنا كمان نعرف نتكلم في الموضوع ده كويس. يعني سؤالك ده هربطه بالسؤال اللي انا هساله. ايه هو بقى؟ هل تربيه الاهل كافيه عشان تخليك قادر ان انت تاخد قرار لنفسك ولا لا؟ يعني هنا تعالي نقول بقى ان انا اتربيت بطريقه خلت اهلي موصليني للمرحله ان انا عارف الفرق بين البني ادم اللي داخل حياتي علشان حاجه او لا، او عارف فرق الشخص المناسب ليا. الشخص المناسب ليا كافيه. فاذا ده هيخليني اعرف اخد قرار طبعا. كافيه في ان البني ادم ده انا حبيته وهو شبهي. كافيه طبعا. انا بتهيألي التربيه يعني انت مش هتروحي تجيبي واحد في اللحظه دي اللي هو اهلك يبقوا رافضينه تماما، لا ده ما ينفعش وده كذا وده كذا وبيعمل كذا. في كيسز بتحصل. انا عارف انها بتحصل، بس بقصد هل التربيه بتقلل ده شويه او صح بتخلي بتقلل اختيارك؟ طبعا 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 اكيد طبعا. يبقى اذا انا بربي بنتي ازاي هيفرق جدا في قرارها في الاختيار بتاع الراجل اللي هيجي. انا موافقه في النقطه دي. بس فاعتقد ان ده السؤال ده بيجاوب على ده. يعني طيب هل الولاد الشباب الصبيان الرجاله اهلهم بيقدروا يفرضوا عليهم راي الاهل في موضوع الجواز ده زي البنات؟ لا طبعا. ده اكتر الولاد اكتر. ده في رجاله وفي ولاد بيبقوا ولاد امهم قوي وابن امه قوي، هي اللي بتفرض عليه يتجوز مين وما يتجوزش مين. ماشي، بس دول مش اكتر برضو. لا صدقني مش اكتر والله. لا يمكن. الست يعني قوية جدا، وخصوصا لما بتحب وبتبقى عايزة تعمل حاجة، عنيدة عنده ومصبرة وبالها طويل. الراجل أو الولد ممكن بعد شوية ضغط من أهله مع شوية زغللة عينين في حتة تانية يزهق وينسى أو يجيف أب. يعني زي ما البنت عندها مثابره غير طبيعيه لما بتحب. ليه يا جماعه ليه انتوا ليه مطلعين؟ لا انتوا مش وحشين. بالعكس انا بتكلم في صفة الراجل لو بيحب بيفضل يعني الراجل بيحسب حسابات. انا بحس ان الرجاله بتستسلم اسهل. وبعدين الراجل بيحسب حسابات تانية، خصوصا يا احمد لو في بقى شغل. لكن البنت هتلاقيها قطعت شرايين ايديها طبعا، مسفت لها 20 قرص. لا طبعا انا مش ده جزء من انا بقول عندها حيل انها تقنع الاهل، ولدرجه انها حتى لو بتمثيل. يعني طبعا احنا ما بنقصدش ده. يعني تلاقي البنات يقول لك ايه انا هعمل ايه، عارف فكره البحث عن فضيحه على فكر الفيلم ده اللي هو ايه، انا هعمل اي حاجه بس هفضل مع الشخص ده، مش هستسلم بسهوله. بحس ان الشباب بيستسلموا اسهل، يمكن لان الاب والام في ايديهم الفلوس برضو. يعني مش هناقشكم في ده او مش هتكلم فيه كتير، بس انا بقول ان الراجل اللي بيحب بيدافع وبيحاول كتير. طيب. ماشي وجهه نظرك. والست طبعا اكيد يعني انا يا ترى ده سؤال بقى جميل. يا ترى في حد يستاهل انك تعادي اهلك علشان في ردت في طبعا في حد يستاهل انك تعادي اهلك؟ مش عداوه في زعل تقاطع تبعد عنهم شويه. يعني ملوش خير في اهله؟ لا مش ما بتحسبش ملوش خير في حد. لا والله لا يعني. أكيد. عادي اهلك اكيد عشان اكيد بس قصدي اقول لو انت عندك وجهه نظر
في شريك الحياة ده وشايف بعدين، انت شايف بعدين وعندك ثقة كبيرة جدا فيه وحاجات كتير حلوة، بس هما مش موافقين. لا انا شايفة انه ممكن يحصل اختلاف شوية في وجهات النظر بالأول في الاول وبعدين ترجع المية مجاريها. تقيلة شوية. لا تعالي مش عداوة، مش عداوة، لا هي تحاول تقنع او تحاول توصل لهم وجهة نظرك. حتى لو تقاط يعني، حتى الساعات الاهل بيبقى رد فعلهم عنيف شوية عشان يزنقوكي او يزنقوكي، يعني لو عملت كده هنقطعك. اوكي لا ما دي تهديدات بقى، دي مش وبيقطعوك فعلا. لان انا شفت كيسز كده طبعا، بيقطعوا سنه بيقطعوا سنتين اول ما يلاقوا بنتهم او ابنهم سعد ويخلفوا اول حته عيل ويجوا سايحين. طبعا صح، ما حدش بيستغنى عن عياله. وفي الاخر الناس بتستسلم، الاهالي لما بتشوف ان بنتهم او ابنهم سعد وان قرارهم كان سليم. فلكن انا ما اتنازلش عن راجل بحبه وشايفه معاه المستقبل قدام، لان اهلي دلوقتي مش شايفين اللي انا شايفاه. خصوصا لما بكون وده بقى اللي بقول، لما بيكون عندي شيء من الخبره في الحياه. منيش عيل عندي 18 ولا 17 سنه. تربيتي عامله ازاي؟ تربيتي عامله ازاي؟ حاجات كتير. طبعا حلو، عجبتك يا شري؟ جدا. برافو. ايه رايك؟ جدا جدا جدا. على هواي، على هواي المفعم الشغل. طيب السؤال عندي، هل الجواز بدون رغبه الاهل ممكن يكون سبب في فشل الجواز، ولا بالعكس في تقويه العلاقه بين الراجل والست بيبقوا ماسكين في بعض اكتر عشان ما حدش يفرح فيهم؟ بدون رغبه الاهل ممكن يكون سبب فشل الجواز؟ اه طبعا ممكن طبعا. ولا بيخلي الراجل والست، اسمعي السؤال الاخر، ولا بيخلي الراجل والست ماسكين في بعض قوي لانهم حاسين ان هم في مركب واحده قدام كل الناس ضد كل الناس؟ على حسب قوه علاقتهم بقى. لو هم هشين ممكن تنهار. اه اصل في اتنين ساعات مش هيبقوا هشين، عارفين الفوران ده بيبقى واخدهم اللي هو اهلنا رافضين بس احنا واقفين ضدهم. وفي ناس لا بيكلبشوا في بعض اكتر. بس اقول لك حاجه، اللي هياخدوا قرار زي ده وهيقعدوا اهلهم هيبقوا اوريدي مكلبشين في بعض، مش هيبقوا في مرحله الهشاشان ده خالص. مش شرط اللي عادوا اهلهم، ممكن تتفاجئ هي بحاجه ما كانتش شايفاها ويكون اهلها هم اللي شايفين صح. ممكن طيب يبقى بيحصل. ممكن بيحصل. بصوا الحسبه في الموضوع ده صعبه قوي لان كل كيس مختلف عن التاني. بص انا هقول لكم على حاجه طلعت من المركز القومي للبحوث، بتقول ايه على سيره يعني تدخل الاهل في الجواز. بتقول لك انه نسبه تدخل الاهل في قرار جواز البنات 50%. يعني عايزين يقولوا انه نص بناتنا اللي بيتجوزوا في بلدنا على مزاج الاهل او ده قرار الاهل 50% او متدخلين في قرار. و37% من الذكور من الرجاله. يعني في 37% ودي عدد مش قليل من قرار جواز الرجاله راجع لاهلهم. دي نسبه عاليه جدا قوي. اتجوزوا بقرار يا ده صعب قوي. يعني لا مش يعني يا جماعه بصوا على النسب، نسب كبيره جدا. ده معناها ان الاسره هي اللي واخده القرار. مش الشباب. مش الولاد والبنات أو متدخله في القرار او جزء من القرار، لان احنا اسر مترابطه. ما هو ده جزء برضو من الترابط الاسري. مفيش حاجه اسمها ان انت تروح تتجوز كده اللي انت عايزها من غير ما انا اكون شفت اهلها وعرفتهم ورضيت بيهم ورضيوا بيا وحسيت ان انا يعني في بينا هارموني او كيمستري. ما ده سيف ذو حدين، زي ما له مميزات اكيد له كمان عيوب. سيف ذو حدين. سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. الوقت كالسيف. خلصنا الوقت كالسيف ان لم تقطع. انت كنت عايزه تقولي ديفا، دي دخلت مع ديفا. يعني انتوا مع ايه؟ انه الاهل يتدخلوا ولا ما يتدخلوش؟ طبعا يتدخلوا. طبعا يتدخلوا. بس لو في خلاف في وجهات النظر ديروها بذكاء. يعني اصل ده في الاخر ابنك او بنتك. ما ينفعش تقولي خلاص روحي اعمل اللي انت عايزه او اعملي اللي انت عايزاه. مش هختارهم تحت اي ظرف. انتوا مش لسه كنتوا بتقولوا ممكن نعادي اهلنا عشان لا انا ما انا قلت عداوه. لا احنا قلنا عداوه كلمه تقيله. انا ممكن اتحمل ان هم ياخدوا مني جنب فتره، بس مين قال لك ان انا مش هحاول طول الوقت اني ارجع المايه لمجاريها؟ يعني لو حصل ده انتوا الاثنين لازم تحاولوا. طبعا ليه ظلمنا؟ ليه؟ طلعني فاصل عشان امسح دموعي. طب نطلع فاصل ونرجع تاني يا جماعه واحل انا الموضوع ده معاهم في الفاصل.